Là, nous sommes les puissances régionales qui reconnaissent. L'Halta Libyen d'Akhlifé, l'Halta Mali d'Akhlifé, l'Halta Niger d'Akhlifé. C'est le plus grand, c'est le في الوحدة الإفريقية والدولة الإفريقية. ما فيش رئيس من المجنون في غيركم من اللي غير رهابة الجزيرة هذه 10 سنين كلاونا هكذا العبارة. من الجزيرة تسترجع عافيتها في الداخل وفي الخارج بصوتها نسمعها. عندنا علاقات طيبة جدا مع الولايات المتحدة. عندنا علاقات طيبة جدا مع الاتحاد الأوروبي. عندنا علاقات طيبة مع إخواننا في الخليج. الأحيان النظرية تختلف هذه وهذه. الأماكن في العالم لما وقعت الحرائق في الجزائر هي حرائق خرجت عن السيطرة، يعني ارتكبت في أماكن كثيرة زي ما قلنا، وقعت في حصلت في أماكن كثيرة. كل الناس بدأت تفكر في ازاي المستقبل نواجه مثل هذه الحرائق إلا في الجزائر. أول ما حصلت على طول قال لك ايه بقى؟ المخابرات المغربيه والماك اللي هم جمهوريه القبائل، زعماء جمهوريه القبائل وراء حرائق تيزي وزو. على طول كده، مع ان الحرائق حصلت في المغرب وتسيطر عليها سريعا لان المغرب عامل حسابه بامكانياته وبتدابير، لان الغابات دي بقى لها فتره مش جديده يعني. يعني كل سنه عندنا حرائق غابات، كان السنه اللي فاتت في اوروبا والسنه وامريكا والسنه اللي قبلها واللي قبلها. يعني بقى لنا فتره وقمم المناخ بتوصي بكده والموضوع مش جديد يعني. ففي دول عندها فهم وعندها نظام عملت حسابها بتدابير ان لو حصل حريق غابات اتصرف بسرعه. يعني اشتروا معدات، عملوا اتفاقيات زي المغرب مثلا مع اسبانيا ومع دول تانية في اوروبا ان نطفي البعض والبرتغال وحاجات دول تانية ان اذا حصل عندك حريق اساعدك واذا حصل عندي حريق تساعدني. العقل بيقول كده، اي نظام في الدنيا بيعمل كده. الا دول اول ما حصل الحريق كانه اتفاجئ. يعني السنين اللي فاتت دي ما خدش باله ان في مصيبه بتحصل وقمم مناخ وعلماء قاعدين يتكلموا وانذارات وما خدوش بالهم، كانوا في غفله. وفجاه لما حصل الحرائق اول على طول هو نظام الانظمه اللي زي دي كده، الانظمه الضايعه دي كده، قال لك المخابرات المغربيه والمك هم اللي حرقوا الغابات. طب ومين اللي حرق في تركيا ومين اللي حرق في اليونان ومين اللي حرق في قبرص ومين اللي حرق في الصين واستراليا وامريكا مين اللي حرق ده كله؟ واذا فرضنا يا سيدي، طيب انت فين تدابيرك؟ بقالك سنين صرفت فلوسك على البولوزاريو وتجيب لهم سلاح، يعني كنت تفتكر نفسك بطيارتين كده للمصايب اللي زي دي، خاصه عندك الغابات في المنطقه المساحه الغابويه كبيره. ما عملش ده، فاستسهل وطرح طرح مش من مصلحته، ألا وهو إن المخزن المخابرات المغربية أشعلت النار في الغابات يعني كنوع من المؤامرة. طب وقاموا عاملين فيديو لواحد مسكوه، قال لك القوات مسكته وهو بيحاول يشعل العافية أو يولع النار في الغابات وسلموه للأهالي عشان يقتلوه عشان يختفي. تمام، بما إنك طرحت هذا الطرح فبرضه من حقنا نطرح طرح آخر. مثلاً مش انت اللي اشعلتها عشان تنتقل من منطقه القبائل، لان الغابات اغلبها في مناطق اخرى لكن اغلبها في الساحل الشمالي والشمال الشرقي. خاصه ان في فيديو احطه لكم، صوروا جزائريين لهجتهم باينه لطائرات بتلقي بالمازوت بالجزول بالسولار، الطياره بترمي سولار بدل الميه والنار تقوم بعدها. أتصنيت مع الهليكوبتر إني أنت الحق وإني درما تلقر أمنا مكان سجل زيارة مستيقيا وليدة وليدة المثنى وليدة وليدة المثنى أنا ندرزة هذا كيرو زلال سري نخصانك أتصنيت مثنى هاتسا تريد هذا الهليكوبتر زعما صياد خصيا هاتسا انت الشاي هاتسا انا هذا مثلا هاتسا هاتسا انا هذا مثلا هاتسا المازوت السر انا ماشي ذا منا او الدولة كينا سابوتر هذا مثلا هذا ولي ذا الخوات. ده طرح برضه نفكر فيه، وارد على فكرة ان لان النظام ده يعمل اي حاجة عشان ينتقل من شعب القبائل اللي
له موقف سياسي رافض لهذه العصابة اللي حاكمة، وكمان جمهورية القبائل اللي عايزة تنفصل عن الجزائر. ساسة سترد أسماء بالتأكيد، أرجو منك أن تقسم اليمين بأنك ستقول الحق ولا شيء غير الحق، وهذا الطلب ربما أطلبه خلال هذا البرنامج هذه المرة الثانية الوحيدة. يعني مرة سابقة كانت مع فهمي شبانة وهو أيضا للمصادفة ربما الغريبة في المخابرات الفلسطينية، والآن مع عميل المخابرات الجزائرية. سيدي لو سمحت أن تقسم اليمين حتى تكون لهذه الحلقة شيء من المصداقية. أقسم اليمين أنني أقول الحق وكل الحق أمام الله وأمام الشعب الجزائري. لنبدأ إذن هذا الحوار. لو بدأنا سيدي ببداياتك، متى تم تجنيدك وما هي الحيثيات التي حامت حول التجنيد حينها، ولماذا تم اختيار كريم مولاي دون غيره؟ يعني ما يسمى عملك انتقاء بعض الأشخاص من الثانويات، لأن كانت فيه جمعيات أو بما يسمى تحضير أشخاص يعني قبل دخولهم الجامعة أو استلامهم بعض مناصب الدولة بعد ما تحصلوا على شهادة الجامعية. كانت عندي علاقات مع المخابرات الجزائرية، وكانت عندي علاقات أيضا مع الإسلاميين بحكم أن المنطقة اللي درست فيها هي معروفة، منطقة الأخبارية هي معقل إسلاميين. معقل الإسلاميين. على كل حال حتى لا نبقى يعني في نقطة جزئية واحدة. هذه هي من جاءك بالضبط لانتقائك؟ الشخص الذي جاني بالضبط اسمه عبد القادر، ممكن عبد القادر واسمه الحقيقي فيما بعد عرفت انه اسمه عباس. عباس هذا الذي قام بتجنيدك، هذا هو ضابط في المخابرات الجزائرية. بالضبط كيف تم تعيينك في البداية؟ ما هي المناصب التي أعطوها؟ والله في البداية كانت في عملية تحضير في الأول، يعني كان حضروني في الأول، يعني كان في عدة لقاءات في الأول معه، حوالي ثلاث أشهر، لأن المدق في الجامعة 87 في شهر سبتمبر أو آخر سبتمبر دخل الجامعة، وبدت يعني في أكتوبر بدت يعني الاتصالات. يعني لما بدأت الاتصالات معه تمت يعني حوالي ثلاث أشهر أربعة أشهر، كان في لقاءات، إعداد ملف خاص، أمرني باش نعد ملف خاص حول حياتي، حول شخصيتك، حول حياتي العامة يعني الماضي بتاعي كله، وأنا عارف اللي هو كان عنده، لكن يعني مخابرات هي أسلوبها يعني بتاع. شو نوعية التدريب الذي قدموه؟ التدريب هو كان في أماكن معينة كان هو يختارها، غابة مكاتب خاصة، وكان يقدم لي توجيهات عن طريقة يعني كيف أتجسس وكيف أحمي نفسي من عملية الوقوع في الفخ، يعني من الناس اللي يجلس عليه، وكان في أيضا تحضير نفسي. أنت كنت تعرف منذ البداية من طريقة تعليمه لك أنك لن تكون عضو مخابرات عادي، أنت ستكون عميل جاسوس. لا طلع في سيارته مع سائقه الخاص عميد بوعلام، هذا في نهاية 94، في 31 مايو 94. نعم طلع في سيارته مع سائقه الخاص عميد بوعلام وحارسه الخاص السيد مقعش، اسمه جمال مقعش، أخ الصحفي أحمد مقعش، ومعروف إلى الآن، معروف أخوه. طلع في السيارة وأنا بقيت يعني مش دوره، وحوالي 200 متر. أنت ترى المشهد أمامك. أنا أرى المشهد، أنا شاهدت المشهد. نعم. غادرت السيارة في حوالي 200 متر في البوابة المركزية. بوابة الجامعة. تنفتح في مصعد وبعدين مفترق طريق. 200 متر أشت السيارة طلعت وفي مفترق طرق سيارة قادمة من الناحية الثانية تتوقف في وجه ويخرجون أعضاء مولتمون و
قضي عليه بالرصاص. وأنا أشوف. وأنت تشاهد. وأنا أشاهد. وهؤلاء من في قلب العاصمة أمام جامعة باب الزوار؟ في جامعة باب الزوار وفي حاجز أمني حوالي 500 متر، الحاجز واد السمار معروف، وفي حاجز باب الزوار من الجهة الأخرى، فيه يعني فيه يعني ثكنات، فيه وفي حاجز أمنية قتلة. وعبد القادر أكد لي بعد ذلك أن مسؤولية يعني الديارة في حال الحادث، المخابرات الجزائرية، المخابرات الجزائرية التي قامت باعتراف عبد القادر. يس، اعتراف عبد القادر. طب اعطينا بعض الاغتيالات الأخرى، يعني أنا أريد أسماء من قام بالعمليات، تواريخ أمكنة حول بعض الاغتيالات التي تذكرها الآن. اعطينا بعض أهم الاغتيالات. أنا أقول لك بكل يعني بكل صراحة، يعني في اغتيال الأستاذ جيلاني اليابس. جيلاني اليابس هذا كان في سنة 91 وزير للجامعات، ثم أصبح وزير للجامعات والبحث العلمي. يعني عفوا، هذه الاغتيالات إلى الآن مجهولة، يعني أنت ربما تكشف لأول مرة من قام بهذه الاغتيالات. نعم، لأن في أنت تعرف يعني الملف الجزائري ملف ثقيل. نحن لا نقول أنه ليس فيه إرهاب، فيه إرهاب، لكن عملية التي قامت بها الدولة أو أعضاء في الدراس مخابرات كانت فظيعة. منها جيالي اليابس كان وزير التعليم العالي، تم قتله. يعني هذه شخصيات كبرى تم تصفيته. نعم. وهذا تؤكد أنه اغتلته مخابرات جيالي اليابس. هذا أؤكد اغتلته المخابرات الجزائرية. اغتيال إرهابي اسمه بوجلتي محمد في سنة 92 اغتيل ببني عمران ولاية بومرداس. نعم. لأن أعطيك فقط واحد القوس. أعطيك فقط القوس. أنا أتحدث عن قتل الأبرياء هذه المناطق. نعم. أعطيك واحد القوس أستاذ صالح لو سمحت. هو طريق الإرهاب أو زاوية الإرهاب، مجالة لأنه ما نستطيع أن نفي هذه زاوية الإرهاب كانت معروفة، البويرة الأخضرية، بني عمران، سوق الحد، ومجاة أخرى ناصرية تيزيوزو، وبعدين ثنية، عين طايا، رويبة بالجزائر، وبعدين زيرالدا، وبعدين هذه أماكن كانت ساخنة. وأنا كنت أيضا ابن المنطقة. أنا كنت ابن المنطقة أيضا، يعني العامل الجغرافي أيضا ساعدني، يعني باش نساعدهم جغرافيين أيضا. لأن مثال يعني أنا نوريك باللي قام بحوالي 20 أو 25 حاجز مزيف، بين 20 أو 25 حاجز مزيف سنة 94 95 96 في مناطق، في زيرالدا، في منطقة لابريجا، هي منطقة مش بعيدة من زيرالدا، منطقة الأخضرية، منطقة ساخنة عند مدخل الأخضرية، فيه طريق وعر، طريق وطني رقم 5، كان فيه منعرجات خطيرة، كانت تقوم أيضا في منطقة عمال، وهي تتحدث هذه التفاصيل لأن هذه التفاصيل تم الحديث عنها. أعطيني عملية مذبحة لمدنيين أنت كنت حارس تشاهد أو كنت يعني تساعد في تمويهها. مارس 97، 7 مدنيين قتلوا رميا بالرصاص في زيرالدا، في الطريق السريع على جانب الطريق السريع. مدنيين، 7 مدنيين قتلوا في الطريق السريع في زيرالدا. طب لماذا قتلوا مدنيين هناك؟ أنت كنت ماذا تفعل هناك؟ أنا كنت معهم. مع القتلة؟ أنا كنت معهم. هل كانوا ملثمين؟ كانوا أولا ذهبنا إلى حانة في حسن داي وسكرتم هناك حتى ثمالة. Exactly. وأنت منهم طبعا. نعم، أنا أقول التاريخ يعني واحد. نعم. وبعدين قالوا يلا نمشي. أنا ما كنت على علم اللي راح ندير، من زي ما قلت من قبل مرات يتكلم ويقول راح ندير مرات آخر لحظة، ومشينا ونحاول كل شيء ونثموا. كانوا يتلثمون، كانت اللحاء موجودة في السيارة. نعم، كانت عندهم أشياء في السيارة، دائما أجهزة السيارات كان أشياء لحية، لا كل شيء، بناطيل قصيرة، كل شيء قمصان ومرات هذا كلام دقيق للتاريخ. هذا للتاريخ.
طبعا من يشاهدهم يقول هؤلاء اسلاميون. هذه صارت امام اعيني يعني مش يعني مش واحد قالها لي ولا. ثم خرجوا من السياره خرجوا السياره المدنيين وحبسوا السيارتين. خرجوا الناس اطلق الرصاص عليهم ولا سبب. هل تعرف احد القتلى؟ لا أعرفه. ماذا قيل حينها حول هؤلاء؟ تذكر أنت في الإعلام في كذا؟ في الغد خرجت الصحف الوطنية أو الصحف الحكومية تقول عملية إرهابية في زلودة ذهب ضحيتها 7 مدنيين خبر بسيط. والقتلة مجهولون لكن أنا أعرفهم وأعرف أسماءهم. أعطيني أسماء القتلة بالاسم. أنا أقول لك يعني بالاسم من كانوا معك في السيارة بما فيهم أنت. طبعا ستقف يوما ما أمام المحكمة. لا أنا سوف أقف أمام المحكمة إذا حكموا الناس الذين قتلوا. يعطيني أسماء القتلة لأنه مضطرين نتوقف في الفصل. أسماء القتلة بالاسم. أولا الضابط عباس. ها عباس هذا الذي عباس كان معك. نعم. كان أيضا تازير المدعو زبير وأيضا حسان وأيضا الياس كلهم يعني ضباط المخابرات. كلهم ضباط. وكان أيضا ضابط آخر اسمه فريد لكن لا أعرف اسمه لأنه كان قليل يعني معايا. لكن هذا هؤلاء الخمسة كانوا والذين قتلوا طبعا 7 على الأرض. سبعة لأن هؤلاء سيد كريم. نعم يعني أنا لا أدري أتجوز أن أناديك بكلمة سيد أم لا لأنه بعض الجزائريين سيتهمون الآن كيف تنادي قاتل بكلمة سيد. لا. أعذرني في ذلك أنا الآن هنا أتعامل مهنيا يعني. هؤلاء الخمسة هل ما زال هنا؟ سبعة لا الضحايا 7. أوكي. القتلى 5 بما فيهم أنت السادس طبعا. لا أنت لم تشارك حينها بإطلاق الرصاص؟ لا. لماذا؟ لم يعطى لك سلاح؟ أنا عمري ما أعطي لي سلاح. هؤلاء الخمسة هل أعرضوا علي السلاح ورفضت؟ أين هم الآن؟ ما زالوا في جهاز الحكم في الجزائر. في مناصبهم؟ ما زالوا في مناصبهم وأكيد أنهم ترقعوا إلى ربما خاصة عبد القادر. لأنهم يعني فعلوا أشياء كثيرة. كثيرة أمامك. لأن هؤلاء الأعضاء الخمسة قتلة عبد القادر ومنير قتلة مجرمون حسان ولياس قتلة مجرمون كانوا يتباهون بعدد القتلى الذين قاموا بقتلهم. هذا جمهورية القبائل اللي عايزة تنفصل عن الجزائر. فإذا أول ما تطرح دوت بنظرية المؤامرة فخلينا نقول برضو هم برضو في الجزائر بيقولوا وجهة نظر أخرى إن أنت اللي عملت ده. هم عندهم أدلة بتدعمها الصحف أوروبا خاصة فرنسا وأنت عارف فرنسا عندكم عارفة كل حاجة عنكم بما إن الفرنكفونين اللي حاكمين البلد والكل عارف ده بما إن بما فيهم أنتم عارفين الكلام ده كويس. فقال لك بقى صحف فرنسية قالت للنظام الجزائر أرسلتم الجنود الجزائريين لمواجهة حرائق منطقة تيزوزو بدون ماء ولا معدات. وده باين على فكرة في الفيديوهات كلها يعني ما عندكش معدات ما عملتش حسابك يعني الحرائق متكررة كل سنة وعلماء في العالم عمالين ينبهوا ويحذروا ويقولوا بقالهم سنوات خلوا بالكم الكون بيتغير البيئة بتتغير الأيام الجاية صعبة وانتوا مش هنا مش معانا في الدنيا فحتى يعني سلحتوا البولوزاريو وصرفتوا عليهم مليارات المليارات وعالجتوا بنبطوش في اسبانيا وصرفتوا عليه ملايين وجبتوا له طياره خاصه تنقله وما فكرتوش تجيبوا طيارتين تغسقوا وقت الحريق يعني من فلوس الشعب ده تصرفوها على الشعب ده تحموه يعني ده سؤال يعني انتوا ما عندكوش حد فكر كده انه يعمل خطه استباحيه. حمزه هل من تغيير الى غايه اللحظه على عداد الضحايا؟
للأسف لا تزال الحرائق مستمرة، والخشية من أن تستمر أيضا في رفع حصيلة الوفيات التي كانت في آخر تحديث منذ قليل قد بلغت 65 قتيلا، منهم 28 عسكريا قضوا في محاولات لمساعدة المواطنين وإجلائهم من مناطق الوعرة والتضاريس الصعبة التي بلغتها الحرائق، ويوجد 12 آخرون في المشافي العسكرية، إضافة إلى 37 مواطنا مدنيا أيضا توفوا على إثر هذه الحرائق، وهو الأمر الذي دفع الرئاسة إلى إعلان الحداد الوطني لثلاثة أيام انطلاقا من الخميس، مع تعليق النشاط الحكومي ما عدا التضامني والضروري لمجابهة هذه الكارثة. السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في جولة. طائرة الإطفاء من أهم طائرات الدفاع المدني لما تقوم به من أعمال جليلة تتمثل في المشاركة في إطفاء حرائق المباني العالية والمباني المتشابكة وإطفاء حرائق المستودعات والتي يصعب وصول سيارات الإطفاء إليها، وكذلك بإطفاء الحرائق المندلعة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في إخماد حرائق الغابات المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم. اليوم راح نروح بجولة مع أهم طائرات الإطفاء في العالم، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك للفيديو، تشتركوا بقناتي سامي مجتهد. دخلت هذه الطائرة الخدمة في جيش الاتحاد السوفيتي سنة 1947، وكانت بمثابة الناقل الاستراتيجي والمهم في الجيش آنذاك، وما زالت في الخدمة حتى الآن. بين الدول التي اقتنت هذه الطائرة الجزائر، والتي اقتنتها من موسكو منذ نهاية سبعينيات القرن، ويمتلك الجيش الجزائري 18 منها. وإلى آخر طائرة موجودة معنا في هذه الحلقة، وهي طائرة BA، وهي طائرة روسية برمائية لمكافحة الحرائق ومتعددة المهام، تستعمل لأغراض مدنية وتستطيع الإقلاع والهبوط من البر ومن على سطح الماء. والبساتين. ورغم محاولات فرق الإنقاذ ومتطوعين إخمادها، فإن المخاوف تتصاعد من اتساع رقعتها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت درجتها 40. الحرائق من هذا النوع في الجزائر ليست جديدة، فعادة ما تشهد البلاد سنويا في فصل الصيف حرائق في غابات في المناطق الشمالية. العام الماضي التهمت النيران أكثر من 44 ألف هكتار من الغابات والبساتين، لكنها كانت أشد قسوة هذه السنة، أمر طرح تساؤلات بشأن خلفية هذه الحرائق وأسبابها، ويعتقد كثيرون أن أطرافا تقف خلفها بالنظر إلى توقيتها وتزايد. هيبعت جنود يقولوا لها هوف، ما عندهمش خراطيم مية، يطفي غابات عارف إنها تشتغل. العالم بيحذر بقاله أكتر من 7-8 سنين، العالم كله بيجتمع كل سنة في مؤتمر دولي يقول جاي خلوا بالكم، ما جابش خراطيم حد. دول الجوار عملت حسابها وجابت إمكانيات، اشتعلت النيران في غابات في المغرب ساعتين اتنين كانت مطفية، وفي دول كتيرة بتحصل كده على طول، في طيران في إمكانيات على طول، بيعمل اتفاقيات مع دول حواليه، وقف معايا وقف معاك عادي، ده دي الدنيا، الدنيا كده، القياده كده، الحكم كده. امال الحكم ايه؟ شعارات ولقاءات مع الجزيره ومع البتاع والطرقع شعارات، واحنا اللي بنينا واحنا اللي عملنا واحنا اللي حاربنا في اكتوبر. اطفي النار يا راجل اللي عندك، وبعدين فكر عملت ايه في اكتوبر وحاربت زي وشعرونا نهار، والبطيخ اللي قاعد تقوله ده، ويرددوه المغفلين عندك، ولما تقول لواحد فيهم فين يقول لك اقرا مذكرات فلان وفلان وفلان، ما فهمش والله العظيم اقسم بالله ما فيهم، هاتها انت وقول لي في صفحه كام عشان انا قريتهم، والله ما فيهم اقسم بالله. فانت يا سي عبد المجيد ما اعرفش ايه، انت بصراحه حتى مش عارف تعمل مؤامره، يعني حتى مش عارف تعمل شعارات، مش عارف تعمل عنتريات شفهية فموية، مش عارف تعمل حاجة خالص. طب حتى يعني احبكها، مش عارف تحبكها. فإذا كان في مؤامرة فأنا واحد من الناس، إنسان على هذا الكوكب من حق أحافظ على هذا الكوكب، بطالب بتحقيق دولي مستقل. يا
يحقق، بما ان انت بتقول في جهات خارجيه، عايزين نعرف مين الجهات الخارجيه لحركه الغابات دي، مهم جدا لازم نعرف عشان الجهات الخارجيه دي نفضحها. وتحقق تشوف بقى كلام الراجل ده اللي قال لك شنقريحه، ما هو اصل نفس اللص موجود، يعني نفس المجرم اللي عمل ده في 93 بشهاده واحد منهم بيقول لك انا اشعلت بايدي باوامر من فلان وفلان، فلان الثاني شنقريحه موجود، هو المسؤول عن الجيش اللي بعته بحسب ما قالت الصحف الفرنسيه يطفي غابات اوف بدون معدات. اوف هيتفيها معرفش ازاي، يعني انت فاكرها تورطه عيد ميلاد، ده غابه مش شعله. والدول اللي حواليك بتقول لك نعاونك، تقول لا لا خليهم انا عايزهم العافيه تاكلك. ما هو انت ده انت مريب يا عم جديد، مريب خالص، يعني كل اللي حواليك بيدينك انت، اللي كان المفروض تسكت ما تجيبش سيره مؤامره، خلي شعلت فيهم العافيه عشان تنتقم منهم، اسكت بقى. مش لازم شعارات عشان تثبت لهم بعد فشل اطفائها ان شوفوا اصل ما هو برضه دي في حقك وحشه، ان في متآمرين من الخارج لو فرضنا انه صح يعني وقادرين يعملوا فيك كده، ده انت ضعيف، ده معناه ان انت ضعيف مش معناه ان انت قوي. يعني انت كده بتقول للجزائريين ان انا مهلهل عريان خالص مرض، اي حد بيقدر يعمل فيا اللي هو عايزه، ده كده الطرف الاخر اللي انت عايز تدينه انت بتعترف بلسانك انه قادر يوصل لعمق عمقك ويعمل فيك اللي هو عايزه. ده وحش في حقك على فكره، ده انت ما تقولش، ده لو صحيح ما تقولش، خليها في سرك وتعامل بقى انت معاها بيعمل حسابك فيما بعد. انما بما انك قلتها والله ده معناها كده ان انت بلاطه اهبل وقرع وزنبال، يعني بكل المقاييس مش عارف تتكلم، حكومة مش عارفة حتى تتكلم، مش تحل أزمة، تقدر تدوي تدرس على رأي الليبيين وينه؟ يعني أنت تسكت، والله تسكت، أنت عارف أنت من خرجاتك الإعلامية اتفضحت اليومين اللي فاتوا دول، معرفش إيه اللي حصل لك، أنت كنت ساكت ولابد في الدورة بقالك سنتين، بقالك سنتين مستخبي لدرجة إن إحنا نسيناك. قمت ظاهر مؤخرا زعيم، الزعامة مش كده يا عم جيل، مش كده والله، الزعامة مش بإنك تختلق بطولات وإنك تغذي في القطيع في الداخل إن إحنا اللي عملنا وإحنا اللي بنينا وإحنا، لأن شعاراتك أي حد يفكر فيها خمس دقايق هيكتشف إن أنت مغفل. خمس دقايق، بما فيها اللي أنت قلته دلوقتي ده، الماك والمخابرات المغربية هي اللي عملت فيك كده، اسكت يا راجل خليها في سرك، ده عيب اللي أنت قلته ده. ده كده قادرين انهم يشلحوك في اي وقت. انت كده بتقول للداخل مش ان انت بطل والاعداء خايفين منك، ده انت كده بتقول ان انا بشلح بسرعه. بيقدروا يا راجل يوصلوا لاقصى شرق البلد. ده انت كده امال قاعد تعمل ايه؟ امال فين بقى ابطال واحرار وقاده وعظماء والجيش الذي لا يقهر والجيش الشارون بكى قدامه؟ امال ازاي ده؟ منين ده ومنين ده؟ ده انت مشلح خالص. بهذا الشكل اللي انت بتقوله، يعني انا استبعد طبعا، انا بقول لك ما حصلش، لان ما حدش عديم الاخلاق بهذا الشكل، انه يشعل العافيه في ناس ويضر الكون كله والكوكب كله عشان انت شايف. انا بقول لك لا يمكن، مستحيل، ما فيش حد اخلاقه متدنيه كده، انت ممكن تكون حاسبها كده او عشان شنقريحه عمل ده زمان ففاكر ان ممكن كل الناس يعملوه. انا اللي بقول لك لا، لا يمكن، لا يمكن. لكن اذا حصل طب ساكت والله العظيم، لان لو عندك حد هيفكر يوما ما، وممكن يبقى هو الراجل هو كاتب كتاب عن واقع حصل في 93، يعني في ناس بيجي لها يوم وتفكر، فلو حصل وفكروا الناس يوما ما يكتشفوا ان انت كنت مخربك خالص، يعني كنت ضايع. تقول لي المخابرات، وقبل كده لقيت مكتوب على السوشيال ميديا هم بيقولوا المغرب دربت قرود طرب زعتوت دربته ان هو يروح يشعل العافيه في غابات الجزائر. يا انتوا بؤساء قوي كده، ضعفاء قوي كده، امال ايه بقى النيف واحنا ده انتوا ضعفاء، ده هتجيبوا زعتيت مش بني ادمين حتى، يعني خلوا الكلام ده في سركم يا جماعه.
يا اما تكذبوا كذبه مساويه، كذبه حلوه يعني، كذبه حتى تشرف، الشعارات تبقى معقوله. زعطيط ده انتوا بتهينوا نفسكم والله، يعني اي حد هيفكر في اللي بتقولوه ده هيضحك لما يقع على ظهره. فاذا انا بقول الاخ عم مجيد معرفش ايه، بلاش الطرح ده، لان الطرح ده بصراحه يجيلك انت، واذا كنت مصمم فتحقيق دولي من حقك تعمله عشان يوري شعب الجزائر شنو كاين على راي الاخوه المغاربه، لازم يعرفوا ماذا يحدث في الجزائر. نيرون اشعل النيران في جمهوريه القبائل انتقاما منهم على موقفهم السياسي، ولا على ولا في مؤامرات خارجيه زي ما انت قلت، ولا جمهوريه القبائل اللي اشعلتها في نفسها، ولا هي مشكله زي ما هي مشكله في الكوكب كله، وكارثه طبيعيه زي ما هي موجوده في الكوكب كله، وانت فاشل في ادارتها وما عملتش حسابك انك في يوم من الايام تديرها، واضطريت ان انت تقول هذه الهرطقات عشان تغطي عليها. لازم الجزائريين نفسهم يجاوبوا على هذه الاسئله قبل ما يتطاولوا على الاخرين ويطرحوا نظريه المؤامره. أبات بفقدان العديد من الاشخاص لممتلكاتهم ومحاصيلهم وحولتها الى رماد. فيها عمري 56 سنة، فيها عمري ما شفت النار كيما هذه. كيفاش عادت؟ كيفاش عادت؟ أو درت كاع لونتوراج كاع تاع لاكابيلي، لونتوراج تاع لاكابيلي ما كاش واحد يشرك في البلاد من منطقة القبائل. كيفاه؟ في نهار واحد، في نهار واحد شعلت 29 النار. هيبعت جنود يقولوا لها هوف، ما عندهمش خراطيم ميه، يطفي غابات، عارف انها هتشتغل. العالم بيحذر بقاله اكتر من 7-8 سنين، العالم كله بيجتمع كل سنه في مؤتمر دولي يقول جاي خلوا بالكم، ما جابش خراطيم حتى. لا احنا نوصل لبيسونس ريجيونال كي ريكونيس الحل تاع ليبيان داخلين فيه، الحل تاع مالي داخلين فيه، الحل تاع النيجر داخلين فيه. انا نقول لك اليوم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوحده الافريقيه، منظومه الوحده الافريقيه، ما فيش رئيس اللي ما يلومش، قال وين راكم؟ من اللي غب غابت الجزائر هذه 10 سنين كلاونا. ودي الكلمه كذلك النزول على المدارج غير الممهده وفي المناطق النائيه والمعزوله. وتعد من الطائرات المخصصة كذلك في حالات الإجداد المدني والتدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والحروب والمساعدة الإنسانية والإغاثية. ومن بين الدول التي اقتنت هذه الطائرة الجزائر، والتي اقتنتها من موسكو منذ نهاية سبعينيات القرن، ويمتلك الجيش الجزائري 18 منها. والبساتين. ورغم محاولات فرق الإنقاذ ومتطوعين إخمادها، فإن المخاوف تتصاعد من اتساع رقعتها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت درجتها 40. الحرائق من هذا النوع في الجزائر ليست جديدة، فعادة ما تشهد البلاد سنويا في فصل الصيف حرائق في غابات في المناطق الشمالية. العام الماضي التهمت النيران أكثر من 44 ألف هكتار من الغابات والبساتين، لكنها كانت أشد قسوة هذه السنة، أمر طرح تساؤلات بشأن خلفية هذه الحرائق وأسبابها. ويعتقد كثيرون أن أطرافا تقف خلفها بالنظر إلى توقيتها وتزامنها. نعرف حرائق الغابات منذ زمان، يمكن أن ديبار اون فو دو ديبار إلى آخره، ولكن عشرات في نفس في نفس في نفس تقريبا التوقيت، هذا طبعا يد إجرامية، يد إجرامية بيان سور، المصالح الأمنية سوف تباشر التحقيقات اللازمة. هذا ما عشناه كذلك في ولايات أخرى، في ولاية خنشرة مثلا، وعشناه في أمور أخرى. يعني فيه ناس عندهم حقد على الجزائر، ولازم لازم يحطموا الجزائر بكل إمكانيات. احنا ما تبدلناش وما نتغيروش، والأمر الواقع ما نقبلوش مهما كان الحال. اشتعلت النيران في غابات في المغرب ساعتين اتنين كانت مطفيه، وفي دول كتيره بتحصل كده على طول، في طيران، في امكانيات على طول.
بيعمل اتفاقيات مع دول حواليه، اقف معايا اقف معاك عادي. ده دي الدنيا، الدنيا كده، القيادة كده، الحكم كده. امال الحكم ايه؟ شعارات ولقاءات مع الجزيرة ومع البتاع والطرقع شعارات، واحنا اللي بنينا واحنا اللي عملنا واحنا اللي حاربنا في اكتوبر. اطفي النار يا راجل اللي عندك. بين الدول التي اقتنت هذه الطائرة الجزائر، والتي اقتنتها من موسكو منذ نهاية سبعينيات القرن، ويمتلك الجيش الجزائري 18 منها. عرضنا العديد من طائرات إطفاء الحرائق في هذا الفيديو، لكي تكتبون في التعليقات رقم أو اسم الطائرة الأقوى في مواجهة الحرائق من وجهة نظركم. في الختام لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بقناتي. سلام مشاهدينا.